بابا انا كنت قاعد مستنيك. عايز ايه يا حبيبي؟ في السيلة فتحت الدرج بتاعه واخدت منه فلوس. انت شفتها يا سيف؟ ايوه طبعا يا بابا، عشان الغلط اللي عملته ده. هي فين يا سيف؟ في اوضتها يا بابا. يا رب ابعد من عني الحرام، يا رب اغنينا من الحلال. يا سيلة انت اخدت فلوس من الدرج بتاعي؟ طبعا لا يا بابا، مرضاش اخد حاجة مغير اسم. فتش هدومي وفتش هدوم سيف. خلاص انت كده يا سيدة مفيش حاجة يا بابا. ايه ده يا سيف؟ ودور سيلة هي اللي اخدت الفلوس من الدرج؟ والله ما اعرف هي جت تجيب ازاي. الحمد لله خلصت من الفلوس. البر راح بقى اقول لي بابا.